مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. كره القدم بتدينا درس جديد، درس محتاجين الحقيقه من وقت للتاني ان احنا نفتكره. في كره القدم مفيش توقعات، في احلام، في امنيات، في طموحات، وكل ده شيء مشروع، لكن انك انت تتوقع اعتقد ده امر شبه مستحيل. ومين كان يتوقع انه البرتغال بطل اوروبا وفرنسا بطل العالم ووصيف بطل اوروبا يخرجوا من البطوله بدري بدري في 48 ساعه؟ الحقيقه يمكن ماتشات امبارح تحديدا كرواتيا مع اسبانيا، فرنسا مع سويسرا، بتثبت انه مفيش فريق كبير ومفيش فريق صغير، مفيش لعيب كبير ومفيش لعيب صغير. في حضور فينك انت كفريق وكافراد كمان، تبقوا يوم المباراه حاضرين، استعد زي ما تستعد وحضر زي ما تحضر وجهز زي ما تجهز واتمرن زي ما تتمرن، لكن الحضور في 90 دقيقه قصه غير. انك انت تبقى حاضر ذهنيا ونفسيا وبدنيا ومعنويا وفنيا يوم المباراه، دي قصه مختلفه تماما. وده اللي بعتقد ان هو حصل امبارح، وسيناريو اتكرر مرتين. صحيح ما نجحش بدرجه كامله في المباراه الاولى، لكنه برهن على انه قد ايه منتخب كرواتيا رغم انه بيواجه واحد من كبار اوروبا وواحد من المنتخبات المحترمه جدا المرشحه لانها تحقق لقب البطوله، كان حاضر لغايه الوقت الضايع من الشوط الثاني وقدر انه يرجع في المباراه بعد ما اتاخر 3-1. اما عن سويسرا فحدث ولا حرج. الحقيقه المنتخب السويسري امبارح وهو بيواجه بطل العالم بيقول للعالم كله ان كره القدم لا تعترف الا بالمجهود وبالاصرار وبالعزيمه والفوارق في الامكانيات. وانا قلت ده مش بس الحقيقه على منتخب فرنسا في مباراه الامس، لكن قلت ده من بدايه البطوله. ازاي ديدييه ديجان معاه تشكيله ولا اروع؟ انت عندك افضل لاعبين في العالم. احنا بنتكلم على خروج امبابي وبنزيما ورونالدو وبرناردو سيلفا وجواو فيليكس وبرونو فرنانديز وجريزمان وبول بوجبا، يعني انت بتتكلم على منتخب عالم ما كانش عنده القدره انه بس مش يحقق لقب لكنه يستمر في البطوله. ودي الحقيقه واحده من الدروس المهمه جدا جدا اللي حصلت قبل كده كتير، منها على سبيل المثال وده هنتكلم فيه النهارده، انه منتخب بحجم الارجنتين مش بس بقياده الاسطوره ليونيل ميسي، انا بكلم حضراتكم على اساطير كتير جدا ولاعيبه افزاز جم على مدار تاريخ كبير مش قادر يحقق كوبا امريكا بقاله 27 سنه. بكلمكم على لعيبه بحجم اورتيجا وخوان سيباستيان فيرون وريكيلمي وهيرنان كريسبو وليونيل ميسي وغيرهم وغيرهم من الاسماء، لانه الاسماء كتير جدا. 27 سنه حاله عجز عن تحقيق بطوله امريكا الجنوبيه. هل في امل السنه دي؟ هل ممكن الارجنتين والنسخه الحاليه من المنتخب الارجنتيني تصنع الفارق وتحقق المفاجاه؟ لانها مفاجاه بالحقيقه انه الارجنتين تحقق البطوله بعد غياب 27 سنه. النهارده ميسي بيحطم ارقام قياسيه جديده وبيصبح بالارقام اسطوره الكره الارجنتينيه. تتفق تختلف من حيث الموهبه، تقارنه مع دييجو ارماندو مارادونا، ولكنه بالارقام الحقيقه حط نفسه في المركز رقم واحد.